انا الحين قاعد اكسر البيبان اوكي والاشياء اوكي الخفيفه هذه عشان يمديني اكسر ما هو اعظم، عرفت؟ اوكي عرفت عرفت ايش يقول. يقول لي في شيء باقي ما كسرته عشان تكسر ده، عرفت؟ حلو ايه طحت. انا مستوعب ترى الموضوع، ترى حتى ورق الجدران لازم تشيلك عشان تكسر. ايه يعني شوف، لا طاح انا السطح كسرته الزبده. ايه لا يطاح علي يا اخي. تدري المشكله انا بطيح عليك بطيح عليك بعد شوي، اصبر بس. اي اسمه اي ورق اسلم اسلم طحت عليك يطيح علي. قلت لك انا بطيح عليك، قايل لك. شوف شوف اي ورق جدران شله، اي ورق جدران عشان ما تقروش. اقدر العب بسيتو على 1050؟ اي تقدر، كرتك حلو. اتوقع يمدينا نشيل الدرج. اي بس اي يمدينا. مبروك، الله يهدم نوم ام امه ذا. والله شغل عدل بسرعه. اوه يلا يلا رجعت 600 جتنا. طبعا ال 600 ذي بندفعها على البيت، واضح. اوي البيت 9000، اقل بيت 500. حلو ابو 500 ابنه. اه حلو حلو بسم الله. طيب طيب بشيل التانكي. بنيناه بنيناه تانكي، شلون نبني ولا قاعد ينبني هو؟ ايش السالفه؟ قبل شي طلع لي ان اضغط اي. انا اضغط اي ورماها. المطور المطور هنا، المطور شغله شغله. عايش طيب بنزين يا ليل. اجيبه يجي الجيك اللي يعبد. اي جيبه اجيبه يجي بيت تجاه البيت. نسيت اي هذا هو. الله ليتك معنا يا ابو رايش. فيها ثالث. اشتغل. ما ادري. ايوه. ايه ايه اشتغل. ياه. انا حول الموتر، انت كسر خشب وده انا بجيب الموتر، اوكي؟ انا جنبي الموتر. حط لك خشب باجي. والله ما بقي. اوه اعطونا 1000. ياه. البيت البيت خلص البيت خلص، شفت قبل. بلمت. والله صدق خليني اخش. ام الفرق يا شيخ. يو يا البيت. يفتح النفس عاد. تصدق هذا ارخص واحد 500 فيه ب 9000 شيء شفته كبير. يا يمين يمين والله فخم شيء. احس كذا بلذة الانجاز. وين وين ننام؟ والله ما ادري سخني انتر. الحين مو بمكان كذا بالارض، لا بنروح نشتري لنا سره وذا. اها يقول لك كان يبي من هنا. ارقى ارقى من هنا ارقى من هنا. يلا اوه شوف سرير. والله لا اشتري سرير وخر. ما اشتري سرير اصلا اليوم من حد. طيب شو نسوي؟ عاد قهر يا اخي، ما نمنا بالبيت القديم. كم اعطوك؟ 1000؟ 1000 اي 1000 1000 اشتروا لكم حيوانات. اي خنزير اسمع هذا كيف نبني مره ثانيه هذا؟ نسوي نفس الحركه، تاب حط اللي يحذف ونشتغل عليه زي كذا. اوه 900 نبني. هنا اتوقع تبنون الحظيرة. ايه اوكي. ايه عشان كذا انا متحمس عليه. يلا يلا كسر كذا مرة متحمس عليه. اوي مين اللي قال جوي؟ واحد خرجني قال جوي ولا برايش ذا؟ برايش برايش. اقول منين طلع من ذا؟ اسمع بجيك بجيك. طيب اسمع الليل يا اخي قروشه ما يدري يشوف شيء. ايش دعوه؟ يا عمري نزاركتي. اصبر. واحد يقول لك تنامون على الساعة 20. ايه حلوة المعلومة. طيب انا بروح بروح اضبط خشب من الحين. ها ايه روح عشان ما نقروش. وفي خشب هناك جاهز تلقاه. انا ما تفات الا بالنهايه، حسيت اني جمعت واجد. اصبر تبغى تبني لحالك. شوف مزراعتنا. جيب اللي معك. جاب هاي شوي شوي يعني لو توخر شوي. الله ثاني مره خلصها. بعدين كيف اذب ذي المي؟ ايه حطه هنا. ياه ما اعطاني فلوس؟ لا ما طلع فلوس ولا بس عشان النادي قد عنا.
طيب اسمع وين الباب؟ ما ادري. اللي سوى المزرعة واثق بالحيوانات. اوكي الباب 100. هذا الباب. سرم سرم. اصبر جل انا خلني اوكي الباب من هنا. لقيت لهذا ب 300. 150. اوكي سويت باب من هنا. سكر. تعال شو سويت باب. تعال. هنا. شو بنيت. حلو. سو باب ثاني هنا. يصير خلاص قفلنا. خلاص. اوكي. هنا بعد. الباب الكبير ذا خله شوي احنا طفرانين. بلعبة بس بس اهدى 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 اهدى. ما ادري لقيت حيوان غريب. اهدى. يهجم علي بيهجم علي. يهيه. وشو ذا؟ لا ايه تدري مديك تطلق جمشوت كذا. افهمك بس اضيع رصاصك. ايه بس ما اقولك جيب اللحمة تسحب علي يا تي نايف. يا اخي احنا كيف صرنا فقراء؟ مو بجانا 1000 بعدين جانا مدري كم. بنينا مستودع وبيت يا زاحف. صح. يا ربي 30 لحم. يلا عندنا 36 دولار. قد تسوي ريلود؟ خلاص انت ما تعرف تسوي شيء. ياهيي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 
جيب اللحمة الثانية. وين اللحمة ذا؟ وين اللحمة؟ في كلب، في كلب، في كلب يهاجمك، في كلب يهاجمك. اه مت. اما مت صديقي. والله مت صديقي. لا 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 كيف تجي؟ كيف تجي؟ يديك ترسل، ارسل لي، ارسل لي انا، طلعوني باللوبي. اما طلعني سلقار، كنت قاعد توني توني ترك الجوال. يا اوه واحد يقول لي انت اللي قتلته بالله. اما والله واحد يقول لي انت اللي قتلته ترى. خفت عليك وقتلتك. عرفت اللي نزلك طاوة القطوة الام تقتل العيال عشان خايف عليهم. ايش رايك بالله؟ شفت اني احبك؟ انا زي امك يعني لهالدرجة؟ هذا الحب اللي موتك فيه. اركب اركب، يلا اركب، يلا يلا اصبر. اما انا ما شفت النطة. شيك جاي بالسلاح. طيب بالله لا تقتلني بالله. بروح سيف، بروح سيف، بروح سيف. يلا يلا كذا طلع. اوكي اوكي تعال تعال الحقني. اف يشغل الموتر يا طلال، شكلي نسيت يا اخي. تدري المشكله ايش؟ ان الموتر اشتغل بعدين اي يعلق. انا عشان كذا اقول لك ايش شغله مره ثانيه وانت ايوه قام يسوي حركه غريبه. اي صدق صدق، قرب قرب ولا خايف تطيح. بس يا حليله اخر لحمه صغيره دولارين ما اجيبها. هسه شد تبي نكمل؟ ضار الليل في حيوانات كثير. هنكمل هنكمل. شوف بما ان بسوقتنا بتكون عشوائيه فبسوق انا هالمره. طيب لا تروح النقطه الحمراء. وين؟ لا تروح مو طلعت لي نقطه. اوكي لا تروح سيده، روح يمين، روح يمين، روح يمين، يمين يمين يمين. واحد يقول السلام عليكم، جرب فورتنايت. ما احبه ما احبه، لعبة حلوة لكم بس انا ما احبها. ترى في شيء اشترى اذا جاك فلوس فرامة اللحم، هاي تحط اللحم فيها تسوي لحم مفروم. هذا اللحم مفروم تبيع عند محل البرجر ويجيب لك اكثر من انك تبيع اللحم في محل البيع. واضح. بس بس قيمة الجهاز شفته ب 1000 ريال او 1000 دولار. الله يسعدك. 1000 دولار. الريال العملة اللي متعودين عليها فعشان كذا يقول ريال. اللي يقول لي يا اخي وشكرا على الفولو، اسلم. ايش كنت بقول؟
او في ثاني 235 بس لو ما اسلم بس خلى علي خلاص انا اتوقع اني بوقف في اثنين انا احول اوه جوي احول تعال اسمع خلها واحد علي يهي ترى رميته ترك يا اخي شلون يموت انا ذبحت واحد بلا شك ذبحت الثاني يا اخي كلمه بلا شك قول له تكفى لا يطير اللحم لا يطير صدق ما طار والله حسبته بيطير شلون جمع والله لا يتحرك بس كيف بنجمع صدق بلي الله حطيناه لا السلام شي نرقب يا ريت والله شو شغلت شفت مين مدري صار ما في جيبوا ديك عشان يتكاثرون جوات انفايت لو اقول لك حنا طفرانين اسلم شو انقلبنا شو وشو انقلبنا قلبنا الحمد لله انا اللحم يتحرك بس كذا نعدل شو ايوه كيف اركب انا معلمك اركب طبيعي اركب هذا الجو صدق الدجاج ما عنده مكل ترى من وين تجيب له مكل هنا المشكله زرع اركب الزرع هو اكلهم لا اركب يا وجي اركب كيف زي المسيح حرف الاي عل كفى شوف خنزير بكم بجيك اوكي اجيب خنزير جيب خنزير جيب يا مدير طبعا لنحش مالك صايده ماسك تعال يا كلب اوكي كنا كرشك انزل تعال جوا اقعد هنا يلا لا اي حيوان قدامك تشوف ادعسه اجي انزل ليه خلنا ادعسك بدي يسب دب يا عيال دب وينه بالله انتبهوا طلعوا سلاحكم يهش كرامكم يا عيال كلها قدب نايم هنا بس كلب دعست من هنا مت انا اي انا بعشك اذبح وجي اذبح بذبحني ما يمديني اطلق عشك عشق يا كلب تعال ما يطلق يهي خرمنا انا ام القهر يا عيال سلسلة القهر تدري ايش اللي صار معك مت انا والله لو اقول لك ترى انا اللي قتلتك بعد بالموتر دعستك لا اجين وي هوب يا عيال ال شو اسمه ذولي تعال حطيت لك في الحوض شوف يا وجي تعال شوف لك تعال شلون ناكل الحيوانات اركب ارقد عجز ارقد عندي قطع بيسه شو يطول الحين ضبط ايوه وجي قام من النوم ونام مره ثانيه التعبان عشان كذا ما نمنا اي انا كوجي اقول فما ما نمنا ايوه انا اقول ايش في بالي اول عندي انه ايش فيك مخلي اللمبه هذه شغاله بطاريه تبغى تطفن صح طيب شو الدجاج وش فيه من الدجاج ايش ناقصه اكل ايه الاكل انا جبته وين خلينا نروح اشوف الخنزير مات ولا باق روح حطوا له اكل شيل الاكل شوف ايوه حطه في الصحن ذاك عرفته ايه اوكي حطيت له منديل شيل تعال الكل يا كلب مو بكلب هذا خنزير لا انا ما بقول خنزير بقول كلب الفطرية حاول تدخلنا كذا اماكن غبية نلقى فيها دب هذا مصر مع دب
لين يكبر الخنزير ونصير اغنياء يا عيال أوجي فيكم. اوجي عطنا حدسك فسح. انا ايش حسدك؟ ورا البحيره في غزلتين. والله رح روح برا البحيره يمكن لك غزلتين. رح انتبه بها انتبه اليوم. لا اشكر امك. ابو ابو اي غزل غزل قدام غزل قدام 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 سي 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 سيدة 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 هات بس 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 اثبت 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 اثنين اثنين واه ذبحت واحد الثاني ذبحت اثنين يا عيال والله يذكر الله اذكر الله عليهم يا عمري ما شاء الله بالله قرمتك 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 قاعد ينقص قرب الموت عريات عزيز يا عيال كل شوي ينسى يا اخي لا 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 ترمي لا ترمي لا ترمي اقدر ارمي يلا يا عيال والله يعداكم والله شفتوا انه وجي ذكي يقول ورا النهر في غزالتين وبالملي والله وجابها والله بالملي يا عيال قال ورا النهر غزالتين طف الموتر عشان يعبي كويس امزح ما تخرب ما يخرب ما تخرب طق واحد يا مدير صباح الخير يا عيال سيبت جود مورنينج يا بويز ثواني ثواني يا عيال ظهر اذن صح نقوم نصلي ونرجع والله ما ادري انا اذن والله انا ارجع اصلا نصلي ونرجع وجي رتب اي قطع قطع ثيل قطع ثيل على ما نجيك بس ظلمة ظلمة والله يا طلال ظلمة مرة يا يا اخي اللعبة حلوة لكن الظلام فيها سيء بزيادة صح؟ ولا حتى يعني نور القمر نور قمر توني بقول لك حتى ما في نور قمر غزال ثاني معك رصاص؟ ايه مي 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 اقتل اقتل واجد بعد ثاني بعد بطل بيموت شوف والله كبر والله كبر شوفه والله كبر مره وتبون يكبر زياده بعد ياهو ايه يا ابوي شيلك سطحه شد 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 معلق شد 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 خلاص بعلق بعلق حرف دبلي والله ما يمديني والله ما في شوف كيف انا كنت ثابت يعني انا كنت مره يعني شاده ما اقدر اسمع خليك خليك على الطبلان اسمع اجي اسمع اسمع اجي اجي اسمع اسمع اوكي كبوس اجي انزل دور الغابه دور غزال والله وبنمرك والله بنمرك راح دور روح دور دور غزال ما تعرف تبيع يا اخ ما بتعرف تبيع انزل اعرف اعرف بعرف بالله يا اجي انزل ولا طلال راح طيب خلاص عشان ما يزعل اجي خلاص ما ابيكم عاد بكم مع السلامه يلا تقل بنزل يعني دز دز اجيب اجيب قرب 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 والله انك ذكي بشكر امك طيب اوكي يا الله ولا احترام للعشره خنزيرين خنزيرين ابرك من بقره اي صدق صدق شفنا مقاطع بقره ما تسوي شيء ما منها انا نفسي ما شفت المقطع معك لكن شفت انا ما منها فايده مره خنزير اطلق شيء يلا الحين عندنا ثلاث خنازير تعال سي 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 بسرعه بسرعه خلنا المره الجايه يلا انا قاعد امشي ف اوجي يبغى يقدر يبغى يتكي بينهم ما يتكي بينهم ما يتكي بينهم ما يقدر طلع نزلهم بنجي ناخذه بذبحهم ترى لا لا تذبحهم صدق ترى انك تذبحهم لا والله يموتون والله يموتون والله اطقطق انا كنت كنت انا ما يمديك تبي امرك والله ما يمديك تركب ترى ما لقيت غزال للحين انت لا ما لقيت له زرع تبي معهم اكل ولا خلصوه اوه خلص الاكل يا الفيلم اقولك انت ما شريت الاكل لا نسيت قايل لك والله اني قايل لك اشتري اكل هذا الطمع اي كلب كلب رماني كلب رماني اصبر عشان خنزير لا 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 اقتلهم لا اقتلهم اي قتلته قتلته
طب ترى هجو. ايه امسك 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 الثاني. تعال امسك الثاني افزع راح الثاني زبل. الله ذا هجو. يمين 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 يا طلال ما تشوف. في واحد قدامي. امه. يعني ثلاثة انحاشوا. اوكي انا بجيب الثاني اجل. كلهم نجي. الكلب الله يلعب. بعد الكلب. يا عيال خنزير حقي زبن. ستة ستة. يا الله لك الحمد. يا الله لك الحمد يا عيال. والله حلالي. والله حسيت بالحلال يضيع يا عيال. حرف الاي. سنيك. جبت لكم لحم كلب يا عيال. يعطيك العافية ما قصرت. حتى يوم جبت لحم نجس. زيك يا بعد قلبي. خشش دخله جبنا الى عين شكل الثلاثة زبنوا. ايه الثالث وينه؟ خلاص دخلته جوا. جوا كان يقول ثعلب صح كلب غلط. يعني بس ها كيف الايم يا خالد؟ اوف مات خنزير. مات. وقف. لا والله مات واحد. بسرعة بسرعة بسرعة. مات 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 مرة مات. واحد واثنين ماتوا. الله ما ادري اسب اوجي ولا لا. الله ياخذ ابليسك يا اوجي. والله ماتوا اثنين يا صاحبي. بس لقيتهم ما راحوا. اوف شوف ايش لقيت. شوف الخير. شوف الخير. ما شاء الله. يا وجه الله يا عيال. شوف يا عيال ما شفتوا. ياب ياب ياب. الدب الثاني مو انا اللي قتلته والكلب مو انا اللي قتلته. في دب قتل الدب وقتل عرفت اللي. فهمت عليك. هو اللي قتله وانا قتلته وخذيت اللي قتله. على فكرة يا يوسف ترى قسم بالله يا ان فرق جودة اللعبة عندي وعندك. عندي كأنها لعبة ثانية. ليه انا حاط لون طيب؟ ايه انت عندك الضحك اكثر انا عندي واقعية اكثر. ايه لاني انا حاط كل شيء لون طيب. خلصت شيلتهم؟ لا والله جو التسليف حبيت. شوف كيف الصفه؟ اقول لك والله الصفه جامده. ايش رايك؟ اقول للعيال اقول له في له تصوير يا عيال صف تصور سناب. لان انا الحين وراي حرث وتكسي وتقطيع شجر عرفت؟ عشان ابني ال معي. اوف والله انبنت بدون والله كفو. تعال تعال بخوي تعال لابني خلصت بسرعة. تقصد؟ ايه ايه ما في شيء. الله القاحلة ذي. ما سيء لا لا تكون كويس راح سيء. يا راسي يعطيك العافية. وش ذا دونيشن اللي وش عورني بطني انا.